اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل بتاعنا اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. طب هتعمل لنا يا عم الشيف يا فيلسوف انت؟ احنا معانا تشكيله من الخضار موجوده في الثلاجه عندك. القصه كلها عندنا جزر وكوسه وبطاطس، هنبشر كل الثلاث انواع دولت. معانا شويه كرفس وشويه بقدونس وقليل من الشبت، مع معلقتين رز مصري مسلوقين في الثلاجه مسبقا، وهنعمل احلى كفته خضار بطريقه صحيه ولطيفه وجميله. هتقول الرز نشويات وكربوهيدرات، الرز هنا بتاعنا المسلوق المصري اذا احنا سلقناه من غير اي ماده دهنيه، لا زبده ولا سمنه ولا قشطه، فالرز امن ثم امن ثم امن، خاصه لو كان رز مصري. اما صدور الفراخ اللي معانا النهارده هنعملها كريسبي، ولما بنقول كريسبي يعني باب الخطر بيقول لك ان يعني مقليه، لا، الشيف المغازي هيعملها كريسبي النهارده مشويه في الفرن بدون اي ماده دهنيه الا للامانه معلقتين من زيت الزيتون، وهنشوف نتبلها بتتبيله قويه ازاي بحيث ان التوبنج بتاع الكريسبي ما يفكش من الفراخ. العصير بتاع النهارده عصير الليمون بطريقه خاصه عمله النهارده اسمه ليموناتا. معانا الليمون معصور، واحنا في موسم الشتاء يكسر الليمون فيه ويكسر شربه كمان، ومعانا نعناع اخضر ومعانا ماء مثلج وصودا، هنشوف نعمله ازاي عصير لطيف وجميل يساعد على الهضم وفي نفس الوقت محتاجين فيتامين سي. مش عايز اطول حضراتكم، لان لما بنقول اكل صحي يعني من مقادير الثلاجه ومن قلب المطبخ هنعمل اكلنا النهارده صحي بنسبه تعدي 90% 85%، مرحله اولى من التنسيق يعني كليه طب ان شاء الله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض ازاي اكلنا هيكون اكل صحي. كاتب على باب التلاجة، على باب المطبخ، يوم الحد من كل أسبوع الشيف المغازي بنخش المطبخ، بنفتح ببال التلاجة، أدراج التلاجة من نفس الماتيريال وفي نفس المكونات، الشيف هيحول لنا الأكلة بتاعتنا لأكلة صحية بنسبة تعدي 85-90%. دي نعمة الحمد لله. تعالوا شوفوا مع بعض هنعمل إزاي أقراص الخضار المشوية أو كفتة الخضار المشوية، الطريقة اللي تحبوها، ولكن خلونا على طريقة الشيف المغازي، مقاديرها لا تتعدى أصابع اليد العشرة، ولكن القيمة الغذائية تعلو قمة الهرم الغذائي. معانا رز مصري مسلوق مسبقا من أكلة ملوخية سابقا، معانا جزر مبشور، كوسة مبشورة، بطاطس مبشورة، بياض بيض مع صفار، معانا بقدونس، كرفس، بصل وتوم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه بابريكا، وللتحمير او للشوي معلقتين زيت زيتون. تعالوا شوفوا هنعملها ازاي بتكنيك عالي من الخبره الطهويه. معانا البصل والثوم، ونقف على النار نعمل تركايه حلوه. انا من هوات ومن عشاق البصله تكون مستويه لو انا بعملها في الكفته، ما بحبش البصله نيه خالص. حلو الكلام، فتعالوا نسوي البصلايه دي كده الشكل ده كده، والبصلايه بتستوي عشان ارحم عينيا من الدموع، ربنا يكفينا شر دموع الحزن. هنحط شويه بهارات حلوين. ايه البهارات بتاعتنا يا عم الشيف؟ شويه بابريكا حلوين كده، الكركم مفيد للجهاز الهضمي، يخلص الكبد من الدهون وينشط الكبد، فلفل اسود، حلو الكلام، وشويه الملح التمام، ومعانا شويه كزبره ناشفين، ونمسك البصلايه دي ندلعها. انا مش هحط زبده بقى المره دي، احنا متفقين ان الشيف بيحط زبده عشان يحمر البصلايه، انا هنا بشوح البصلايه بزيت زيتون لان انا بعمل اكل صحي. شفتوا بقى الفرق هنا؟ اهو البصلايه هنا خدت لون ايت زي الفل بالشكل ده كده. معانا توم، درنيات يعني توم يعني بصل يعني جنزبيل يعني جزر، الكرنب، اي زرعه او اي ثمره جذورها بتمشي في الارض
وتغوص في الارض فهي من الدرنيات، معروفه زي البطاطس، الحاجات دي كلها، دي كلها مفيده خلي بالكم، فما فيش منها مشكله خالص، خاصه البصل والثوم والجنزبيل. اه فانا كترت الثوم هنا مع البصل، خد الطعم بالشكل ده كده، بقلبهم وتعالوا مع بعض نشوف التركيبه اللي عاملها دي اللطيفه الجميله، ازاي نعمل اكراس الكفته المشويه وليس المقليه. حلو قوي. اول حاجه معانا الرز المصري، باخده كده على البصلايه شويه، الله دول طالعين من التلاجة للامانه، فانا هحطهم فينا في البصلايه، اعيد هيكلتهم كده مع البصلايه والثوم. اه ده ما يزعلش. حلو، ده رز مصري. اه معلقتين ثلاث معالق من ايدك الحلوه، يبقى انا ضمنت ان الاسره او الاولاد لما ياكلوا من الاكله دي او جوزي هيستفيد بالكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده في الرز. هناخد الخلطه اللطيفه دي بتوابلها بلونها الحلو اللي مد على لون ذهبي، ونحطها هنا في قلب الايه الصينيه دي. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. حلو قوي، لغايه كده احنا فاهمين الشيف شغال ازاي. هنخلي الطاسه دي بعيد عن ايدينا ونرجع تاني، ناخد الشكل الجميل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده، اذا كان من البطاطس المبشوره، جزر مبشور، كوسه مبشوره، جزر مبشور، بطاطس مبشوره، من قلب الثلاجه، درج المطبخ هتسحبيه دلوقتي هتلاقي فيه ما لذ وطاب، في حاجات كتيره قوي انت ناسيها. حلو الكلام؟ والله بكلمكم الجد الجد، يعني كلنا نفس الشخص. هنفتح باب التلاجة، جايبة كوسة كنت عاملة محشي كوسة، وعندك شوية كوسة باقيين، عندك جزر كنت عاملة شوربة جزر للأولاد، عندك شوية جزر باقيين، كل ده يا عم الشيف موجود. عندنا الخضرة بقدونس، سنة شبت صغيرة من الحرامي ده، أنا بسميه الحرامي لأنه بيسرق الطعم، كترت منه بتلاقيه هو سيد الموقف. عندنا شوية كرفس حلوين، الكرفس اللطيف ده أنا بحبه دايما في أطباق الكفتة، في أطباق الشوربة، مفيد جدا، بس أهم حاجة نستفيد بيه صح. بناخدهم زي ما هما كده ونقطعهم إيه ناعم كده. كرفس قوي، شخصيته قوية، من ضمن الخضار إذا كان بقدونس ولا كزبرة ولا شبت، عشان كده بيسموه ملك الشوربة. الطواجن سي فود، مين؟ عم الكرفس. هناخد الخضره اللطيفه دي كده ونحطها هنا. اصبح ان المحتوى ده فيه كل العناصر الغذائيه. معانا من البيض شويه دول، ثلاث بيضات، بيضتين مفيش مشكله. نظبط التوابل بتاعتنا، حطينا ملح، حطينا ملح، نحط شويه ملح كمان عشان الخضره اللطيفه دي كده. ومعايا من الفلفله الحلوه معلقه. حلو، ونقلب كل الخليط ده يا عم الشيف واحنا مع بعض كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، لوحه فنيه تتميز بكل العناصر الغذائيه، فيها كل حاجه حتى البروتين الحيواني موجود فيها. ايه هو؟ البيض. نشويات موجوده فيها، بطاطس، من نعم ربنا علينا ان النشويات بتاعه البطاطس بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم، وبطاطس امنه لا نشوتها ولا حمرتها زي ما هي مبشوره. احنا اتفقنا مع بعض بنعمل الاكله بنسبه 80 90% بعناصرها بمكوناتها بمضمونها بمعطياتها، قيمه غذائيه عاليه جدا وصحيه. تعالي قولي لي كده ايه اللي هنا ممكن يأذينا، بعيد عن الأذية يا رب. اه الخلطة دي أقلبها كده كويس زي ما أنا شغال كده دلوقتي. اه الله، حلو أوي. التوم الني بقى هنا له موقف غير المستوي، بيعلي الطعم. حلو الكلام. عصرة ليمون، مع معلقة دقيق، ونقلب الخليط ده كده بإيدينا، ده مهم جدا عشان نعمل خلطة لطيفة. والخلطة دي معانا طاسة شديدة الحرارة هنا على النار،
تسخن معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملها لاولادك بقى النهارده، مش لازم فراخ كل يوم ولا لازم لحمه كل يوم، خلطه لطيفه وجميله اهيت. باخدها زي ما هي كده. على فكره ممكن تحطي بدل الدقيق رقائق الذره او الكورن فليكس اللي الاولاد بيحبوه عادي، او شوفان حسب ما انت حابه. هناخد الخلطه دي يا عم الشيف ونقف هنا مع بعض زي الفل، ونبدا نشتغل مع بعض ونحمر. التحمير هيتم ازاي؟ بواسطة زيت زيتون كده زي الفل، وناخد الخلطة دي كده. شفت بقى الشكل والجمال والمحتوى هنا لطيف وجميل ازاي؟ اهي ونحطها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ كده احط. ايه المطلوب من النار؟ ان دي تستوي. يفضل هنا طبعا ان احنا ما نحطهاش في نار شديدة. والله يا شيف حلو، كبار السن يحبوها طبعا. علل ولماذا؟ سريعة المضغ سريعة الهضم. الأطفال يحبوها؟ طبعا، سريعة المضغ سريعة الهضم، سهلة الاستخدام. بنعمل أكل هيلسي صحي طبعا. أهو تفاصيل صغيرة، ولكن مع الأكل الصحي طعم تاني وشكل تاني. زي ما انا شغال كده. فيها البروتين فيها، ولكن الله الله عليك يا شيف مغازل، لما تيجي طالع مره واحده كده وقلت له ولكن، انت بقى عايزه تجودي؟ مش عايزاها اكله صحيه بنسبه 90% 80%. عندك هوت دوج قطعيه وحطيه في قلبيها، عندك شويه لحمه مفرومه قطعيهم وحطهم في قلبيها متعصجه، لحمه تكون مستويه، عندك صدور فراخ مستويه اهلا وسهلا برضو، دي بتاعتك. مش هنخسر حاجه. نعم والله انت عايز تبوظ الميزانيه، عايزه تحطي جمبري حطي، تزعليش، شويه جمبري لحم في قلبيها يا سلام، سمك فيليه في قلبيها يا سلام. زي ما انا شغال كده، ودي واحدة أخيرة. ألف أنا وشفا. الله، نفس المكونات كلها مع بعضها كده عم الشيف. يفضل هنا درجة حرارة الفرن تكون قوية، يفضل هنا كمان النار بتاعتي اللي أنا حاطط فيها الطاسة قوية. بفتح الفرن بتاعي وارفع الشبكة بتاعته وأمن كده عليها زي الفل، لأن هي خدت الصدمة النارية في طاسة شديدة الحرارة على النار. عملية التسوية دي عملية فنية، خلوا بالكم برضو ان انا احط الصينية فين ومكانها فين في الفرن، ده موضوع مهم جدا، اهم حاجة. هناخد الصينية زي ما هي كده بتفاصيلها. ممكن على فكرة تضيف اضافات تانية بعد ما تستوي، تحط جبنة من الشرايح بتاعتنا اللي احنا عارفينها على الوش كده زي البرجر، تبقى لطيفة وجميلة. هندخلها الفرن تتحمر بالشكل ده كده. نظرة الوداع مخرجنا، أقراص الكفتة متعددة الفوائد الغذائية والقيمة الغذائية وفيها عناصر كتيرة، عملناها بتركية بسيطة حطيناها في الفرن بتستوي. خلينا ناخد بعدها نطلع فاصل صغير، ولكن هنرجع بعد الفاصل. معانا صدور فراخ احنا متعودين ناكلها كريسبي مقلية في الزيت، انما ناكلها مشوية بنفس الطريقة اللي ناكلها مقلية، بس نيجي عند طريقة السوى او طريقة الطهي بدل الزيت في القلاية نشويها في الفرن، ده الكلام هنشوفه بعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. فعلا بنتسأل كتير على السوشيال ميديا في الاكل الصحي بالذات، شيف مغازل بيبقى نفسي اكل فراخ كريسب، بس بتتحمر في الزيت، وعشان انشفها من الزيت بتاخد مني وقت، وما اضحك على نفسي، فانا عايز اكل فراخ كريسب بنسبه 80% ما فيهاش ماده دهنيه او ماده التحمير بتاعه الزيت. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. معانا صدور فراخ، ممكن تستبدليها بسمك فيليه زي ما انت عايزه. معانا بقسماط، ومعانا التوابل بتاعتنا، ومعانا التوم ناعم وعصرة ليمون، ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. المقادير بسيطة وسهلة، وللأمانة كمان معانا بياض بيض، إذا مش موجود في المقادير نحطه في المقادير، بياض بيض لأنه هيلعب دور البطولة هنا
في ان هو يتماسك للكفر الخارجي علشان يدخلها الفرن. هناخد صدور الفراخ دي الاول نقطعها بشكل طولي او بشكل هندسي زي ما احنا عايزين. حلو الكلام؟ عايزه تقطعها مكعبات، اهلا وسهلا. عايزه تقطعها ستريبس كده طويله، اهلا وسهلا. اهو زي الموزه دي كده، انا بحب الموزه دي كده، واخد الموزه دي كمان، كل صدر له موزه اهو. حلو، واجي على التقطيعه دي كده بالشكل ده كده. الله، شفت التقطيعه دي مهمه اهي. خدت الشكل طولي بالشكل ده كده، هنحطهم نفس القصة لما تيجي تقطعها كده. نجي هنا ولما تقطعي فراخ بالشكل ده بقدر الإمكان نسبة وتناسب يكونوا قد بعض. ليه؟ عشان لما تستوي تستوي كلها في وقت واحد، مبقاش عندي واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. الفراخ هنا عندي زي الفل، حلوة أوي. نتبلها مع بعض. حذاري، بتعملي بانيه، بتعملي بوفتيك، تحط اي ماده دهنيه في التتبيله زي ما انا بتبل دلوقتي كده. لا زبده ولا زيت ولا سمن، لا زبده ولا زيت ولا سمن. انا هتبلها بالشكل اللي انا حابه. بابريكا ماشي، كركم ماشي، متفقين ان هو مفيد. شويه بهارات حلوين، فلفل وملح. دي البهارات بتاعتنا اللطيفه البسيطه. مطبخنا بسيط وسهل ومش مكلف، في متناول الجميع. بسيطة خالص، ان انا اقوم من قدام شاشة القناة الاولى او الفضائية المصرية هعمل نفس الاكل اللي بيعمله الشيف. حلو قوي. عصرة الليمون عشان يحصل الانسجام لكل المقادير. حلو قوي، ركزي معايا. معلقة دقيق عشان تساعد على تكاتف وتلاحم التوابل مع الفراخ. حلو قوي. بياض البيض بتاعنا اللطيف الجميل ده هناخده كده نفصله عن الصفار بشياكه. حلو بالراحه خالص. لا يعني في بعض بقى يقول لك احطه في شوكه وفي معلقه، المهم زي بالطريقه اللي انت حباها. الصفار ده ما يترميش، خلي بالك. تقدري تعملي عجه، تعمليه في كريم كراميل، زي ما انت حابه. ولكن انا بستخدم، بهرب بقدر الامكان من الحاجات اللي هي فيها كوليسترول، فيها دهون. شفت ازاي؟ واحنا بنعمل الاكله كده لها تفاصيلها ولها معطياتها. الصفار بركنه على جنب، استخدمه استخدامات تانيه. واخد الفراخ بتاعتي الحلوه دي كده بالتتبيله دي كده واتبل. الله. حد يقول لي بقى انت حطيت بياض البيض ليه مع الدقيق مع التوابل؟ انا عند المرحله النهائيه ان انا باخد الفراخ من الخلطه دي بحطها في البقسماط اللي قدامي ده، بعد ما تبله شويه واديله شويه فليفر. حلو الكلام. وجود البياض مع الدقيق بيساعد على ان الفراخ المتقطعه دي تتغلف ويبقى لها كفر من البقسماط او رقائق الذره او الشوفان. حلو الكلام. بس انا عاملها النهارده بالبقسماط للامانه. معايا شويه بقدونس حلوين بحطهم، وسنه شبت صغيره عشان نخرج من جو المقليات، ونقلب دول كده مع بعض. حلوة. عندي صينيه، حلو، اللي هتخش الفرن بتاعنا. بايركس بتاع الازاز العادي اهو موجوده معانا. خلي بالك دي ما تحتهاش نار. هو تفتكر ان انا مولع النار تحت منها؟ خالص، ده زيت زيتون اهوت، برشه كده في الصينيه بتاعتي الحلوه اهو زي الفل. تمام. وعندي زعتر جايبه معايا وانا جاي، وروزماري. اتعلمنا من الشيف الحاجات دي لطيفه وجميله. بعمل كده، شفت المطبخ؟ بساطه، شياكه، اناقه. قلتش حاجه انا. ده زعتر او روزماري زي الفل. تمام. هاخد صدور الفراخ دي كده احطها هنا وشوفي هشتغل ازاي يا ست الكل. اهي شفت ازاي شالت؟ بس
شفت ازاي؟ واحدة واحدة واضغط عليها كده زي الفل واحطها هنا. نفس القصة درجة حرارة الفرن عندي 180 اهو. ولازم التقطيعة دي اهو. زي الفل اهي. نفس القصة اهو. الموزة دي طلعت في دايت. حلو نفس القصة اهو. علمك حاجة حلوة بقى، تعملي زي كده، تاخدي دول كلهم كده عشان ما تحطش ايدك في البقسماط وترجعها تاني. اه. وتشيلي كمية من البقسماط اه. ده مهم جدا تكون عندك ايه؟ السرعة والبداهة والشياكة وانت شغالة في المطبخ. اه. اوزعهم كده زي الفل، وابدأ اشتغل كده اه. شفت ازاي؟ ده بقى الشغل اللي هو الايه؟ العملي اه. واخليهم على جنب كده وامسك واحده واحده. ده اللي هو عايزه تعملي كميه. بعيد عن التصوير وبعيد عن الايه؟ الكاميرا. اه شفت ازاي؟ اهي. زي الفل. آه. واعمل بقى بايركس اتنين، اجيب الصينيه بتاعت البسكويت، صينيه الكحك، اه صينيه البسبوسه، آه. وارص فيها كده بالشكل ده كده. آه. طبعا في السوبر ماركت دلوقتي الزيت حطوه في ازايز، والازايز دي عامله زي السبري حلوه، لو لقيتيها اهلا وسهلا. نفس الزيت بس في عبوات ايه لطيفه وجميله، وترشي بدل ما تحطي زي ما انا حطيت كده اه. درجه حراره الفرن عندي 180 اه. دي واحده. نجيب الثانيه زي ما احنا شغالين كده. حلو زي الفل. عايزين نعمل صينيه واثنين وثلاثه. جوزي عازم صحابه النهارده وفاجئه ان انا عامله له فراخ كريسبي بطريقه بسيطه وسهله. ادي اهوت شويه زيت زيتون. انا حطيت روزماري وزعتر، انت ممكن تحط شرايح بصل. ممكن تحط ايه يا ست الكل؟ شرايح بصل. اه ناخد دول كده. اللهم صل على النبي. وهنشوي الفراخ دي في الفرن في درجة حرارة 180 وهنتفرج عليها لما تستوي. اه. تاني أوه. الحركة العملية، الحركة السريعة، تنفيذ. أوه. زي الفل. هيتشوي معانا ده يا شيف؟ اه طبعا. احنا عملنا قبل كده الكوردون بلو في الفرن. كانت صدور فراخ فتحناها زي الجيب، حشيناها لحمة باردة مع مشروم مع جبنة، ودخلت الفرن استوت اه. وصدر الفرخة اعتقد ان هو بيكون طبعا سميك عندي اه. شفت يعني قدرت ان انا اعمل اكل صحي، قدرت ان يكون عندي ثقافة طهوية، اخش المطبخ احول اي اكلة ممكن اكلها بدسامة عالية بدهون عالية اعملها بطريقة صحية حتى لو بنسبة النجاح اه. شفت ازاي؟ اه زي الفل. ناخد بعضينا كده ونفتح الفرن نشوف اخبار. في حاجه هنا؟ في سؤال مهم جدا بقى، هل ينفع البقسماط ده يا شيف مغازي استخدمه تاني؟ ينفع. هل ينفع اعيد استخدامه تاني علشان التبذير والمصاريف؟ ينفع. بس ازاي؟ يتاخد البقسماط ده في المرخل او في المصفى، يتنخل كويس واشيل منه الكلاكيع دي والحاجات الصغيره دي نتيجه البانيه، واشيله في الباب بتاع التلاجة او الديب فريزر، احطه في كيس واكتب على الكيس كده تتبيلة فراخ اذا انا هعمل فيه حاجة تانية بعد كده، ولكن لازم اكتب عليه عشان ما انساش. بعد اسبوع، بعد 10 ايام، بعد 15 يوم هطلع الكيس ده من قلب الديب فريزر او من التلاجة، هلاقيه طبعا ان انا سهل الاستخدام، استخدمه تاني واعيد استخدامه. حبيت اركز في الموضوع ده علشان موضوع التبذير، عشان ما ينفعش عشان اعمل الاكلة دي اخسر شوية بقسماط زي دول. شفت الفراخ ازاي في قلب الفرن اهي. الله تمام. هناخد بعضينا دلوقتي ونبص على الفرن ونشوف ايه حكاية الفرن معانا. بتبص على الحلاوة دي والشياكة دي بالله عليك. احنا معانا تصوير شاطر ومعانا الكاميرا ممكن تخش الفرن. ايه الحلاوة دي؟ والصورة تسبق الحديث من داخل الفرن. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. اوعوا تروحوا بعيد تماما. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نعم يا غالي، حاضر عينيا.
انا اقدر اخالف لك طلب، عايز يشوف الكفته اللي في الفرن. انا للامانه نزلتها في ارضيه الفرن، بص عليها كده قبل ما اطلعها، ملي عينك منها كده، دلعها لي عشان نغرفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك اطلعها ولا ايه؟ ولا نخليها؟ يلا بينا. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، اه والله حلوه يا عم الشيف. الله، خلي العصير كده نشتغل فيه بعدين، بعد ما نغرف الكفته الحلوه دي. ليك حريه الاختيار، تقدر انك انت تعمليها بالجبنه في شرايح الجبنه اللي بتتحط على البرجر دي. اهلا وسهلا، احنا حطينا الفراخ في الفرن، يا رب التايم بتاعنا اللي باقي نقدر ان احنا نسويها ونشوفها مع بعض. تعالوا مع بعض نغرف الفراخ الحلوه، نغرف الكفته الجميله دي كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. مهم جدا وانت بتغرفيها الحاجات دي سخنه، فلازم كمان تاخدي حرصك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده، ايه يلا بينا. هو ده، كل حاجة فيها، بروتين هتلاقي، نشويات هتلاقي، فيتامين سي هتلاقي، كالسيوم هتلاقي، معادن هتلاقي، كل حاجة. ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. طبعا التفاصيل استاذن فريق العمل الجميل، نشوف مقادير الأكلة اللطيفة دي كده تطلع تاني على الشاشة، عشان كل أم بتتابعنا دلوقتي ممكن تعملها لحماتها جاية تزورها، كل أم بتتابعنا دلوقتي ممكن تعملها لأولادها. موفرة، اقتصادية، سهلة، بسيطة، فيها كل العناصر الغذائية اللي ممكن يحتاج لها الجسم. إيه الحلاوة وإيه الجمال ده؟ بشكر حبايبي، اللهم صل على النبي. أهي تمام، حلوة. أنا بصراحة يعني لو حطينا عليها شوية جبنة تبقى لطيفة وجميلة، يعني ممكن نحط جبنة موزاريلا، نحط شرايح من الجبنة، اختياري. ممكن تحط النص والنص زي ما أنت عايزة، نصها بالجبنة ونصها من غير جبنة. دي عايزة تومية تتقدم معاها، أو مايونيز ماشي، أو كاتشب ماشي، حسب الرغبة. لما اشتغل في العصير بتاعنا يعني نغير الجلافزات بتاعت إيدينا، ونغسل إيدينا ونعقم إيدينا، سكينة فيها بصل وتوم نو، معلاه فيها بصل وتوم نو، تلج معانا، عصير الليمون معانا، النعناع معانا. انا هعمل المقادير دي او العصير ده بطريقتي الخاصه كده، اللي ممكن ولادنا يحبوه وبيشربوه بره مع اولادهم مع اصحابهم او اتعزموا. حلو الكلام، المقادير بسيطه وسهله. معانا شرايح الليمون بنحطها هنا كده، الاول بنحط التلج. حلوة قوي، بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا طبعا صودا بنخليها هنا نستخدمها، ادي التلج بتاعنا. والله عايزه التلج، فيه دلوقتي ماركت بيبيعوا اكياس فيها تلج، ما تشتريهاش، ليه؟ غاليه. هتجيب الميه حطيها في اكياس بلاستيكيه او في العبوات اللي بتاعت التلاجه، وهتعملي احلى شويه تلج زي ما انا شغال كده. حاجتين لازم يتشربوا مثلجين للامانه، الحمضيات، الليمون والبرتقال، وحاجه ثالثه للامانه المانجا. ده الليمون، حط كده معانا نعناع اخضر بالشكل ده كده. ممكن نعمل حاجه لطيفه بقى، نكسر النعناع كده بحيث ان احنا ناخد الماده العطريه بتاعته. شفت التركيه دي؟ او تقطعيه بالسكينه يعني، او بايدك كده زي الفل. مجرد انك تقطعيها الورقه بس كده في حد ذاتها، وتنزلي عليها بالصودا والليمون دلوقتي، هتديكي الماده العطريه بتاعه الليمون بتاعه النعناع. واحنا شغالين كده حاجات بسيطه وسهله خالص، مش هتكلفك ثلاثه تعريفه. ولكن العصير ده هتروح تشربيه في مطعم ولا في كافيه بالشيء الفلاني. معانا الليمون، الله، هو ده، ضع عصير ليمون عادي اتعصر،
ودي كمان سلايس ليمون نحطه هنا ونشيل ده من هنا خالص ونروق مكان ما اشتغلنا. مهم جدا عندنا تلج تاني هنحط. هل معانا تلج اهوت. الله ينزل كده. طبعا دي كانت كتلة تلج واحنا مكسرينها عشان التلاجة بتاعتنا كبيرة. الله حلو اهو. يلا بينا. الصودا بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بالشاليمو يا حماده وبالف انا وشفا مع شويه الكفته دولت. ولا تاخدي ولادك على مطعم ولا حاجه. اللي هياكلوه في المطعم اكلوه في البيت. اتكلم الصدق والامانه زي الفل وباقل تكلفه ممكنه تقدري انك انت تفكري فيها. ثلاثه تعريفه. وتاني لما بقول ثلاثه تعريفه عشان الناس اللي بتقول لك الشيف المغازي بيستهتر بثلاثه تعريفه تعبيرا مجازيا عن ان الحاجه دي مش مكلفه. قالوا الكلام عشان الفلسفه بس. بقلب ده كده. الله نجيب اللي تحت فوق. سامعين الصوت التلج ده اللي يوجع القلب ده مع الليمون مع النعناع. شايفين الحلاوه دي كده. الله ممكن نحط بدل الليمون برتقان زي ما انت عايز. حلو الكلام. نبص على الفراخ بتاعتنا ايه الاخبار. يا رب تكون استوت. الله محتاجين نقلبها. نقلبها مع بعض. طلعها. والله اذا بيسعفنا الوقت ونشوفها اهلا وسهلا ورحب بها. حلوة بدأت ايه تستوي. نقلبها كده. شفت ازاي؟ خلي بالك هي مش مطلوب ان هي تتحمر بنفس الاحمرار بتاع الزيت. شفت ده هو ده. الله شفت ازاي؟ خدت اللون. هندخلها الفرن تاني تاخد وش. تاخدش وقت كتير لان دي شريحة فراخ رؤية. وعملت فراخ بطعم الكريسبي مشوية في الفرن. هندخلها الفرن تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الفرن تكون درجة حرارته عالية. خلي بالك حطه في الاعتبار لازم تكون عالية. معانا ده برضو. الله هو ده هو ده. طريقة بسيطة. أنا بس عايز أوصل لك فكرة إنك تعملي فراخ كريسبي من غير ما تحمريها في الزيت ومن غير ما تشرب زيت. ومن غير مشاكل صحية. زي الفل. دخلها برضو تاني الفرن. عندي سؤالين بقى على السوشيال ميديا. اخترت النهاردة في اليوم الأكل الصحي ان انا اجاوب عليهم. من ضمن الأسئلة شيف مغازي لغاية دلوقتي البيتزا ما بتزبطش معانا. روح ربنا يبارك لك ويوعدك بزيارة النبي. نعملها ازاي؟ البيتزا البيتي المنزلي. سيبك من البيتزا اللي بتاكلها بره. انت خليك تعملي بيتزا في البيت تقعد معاكي 3 ايام 4 ايام طريه زي ما هي وتسخنيها في اي وقت. رقم واحد اكس على انك تحط بيض في عجينه البيتزا. الاول بتجيبي الخميره وتحط عليها معلقه سكر يا ست الكل وتتاكدي ان الخميره شغاله وزي الفل. وجود السكر على الخميره بيوريك ان هي فارت شغاله مفعولها شغال. يعني ممكن الخميره تاخد رطوبه تستخدميها زي ما تستخدمهاش ملهاش اي لازمه. فالعجينه هنا تظبط ما تظبطش معاكي وتفشل معاكي. فمعلقه سكر على الخميره تعرفي ان الخميره بعافيه. تاخدي الخميره المخلوطه بالسكر بماء دافي تحطيها على الدقيق وتقلبيها كويس. بنجيب علبه زبادي. ليه الزبادي يا شيف في عجينه البيتزا؟ عشان البيتزا تنها طريه معاكي. ونرجع للمدرسه الريفيه والمدرسه الصعيد الجميل. لما بنعمل القرص الطريه بتتعمل باللبن الرايب والزبادي. شفت القاعده جايه منين؟ من قلب البيت المصري.
وجود الزبادي في عجينة البيتزا يجعلها طرية لوقت أطول، ممكن 3 أيام 4 أيام. فهناخد كوباية زبادي بنقلبها مع العجينة بتاعتنا ونستعين بماء دافي أو بحليب. عجننا العجينة بتاعتنا مع رشة ملح، بنسيبها تتخمر 3 مراحل من الطايم بتاعنا. المرحلة الأولى نص ساعة زي ما هي كده، عجنت كيلو 2 كيلو زي ما هي نص ساعة. المرحلة التانية من التخمير بتجيب الصواني، الصواني اللي انت هتفردي فيها العجينة، بنفرد حسب حجم الصينية البيتزا بتاعتنا، عايزاها رقيقة بنرقها جامد، عايزاها سميكة ما بنفردهاش جامد، وتحطها في الصينية وتاخد الشكل الدائري، وبعدين تسيبيها لمدة نص ساعة تانية، هتلاقيها اتخمرت في الصينية واتخدت الارتفاع بتاعها، دي مرحلة تانية من التخمير، ركزي معايا. بعد كده بنحط علينا صوابع ايدينا الخمسة كده وبنعمل فيها أماكن لطيفة ونسيب سنتي داير ما يدور. أنا حبيت أشرح الموضوع ده بالتفاصيل. بنعمل التوبنج بتاعنا اللي هو عبارة عن طماطم وبصل وتوم وريحان وشوية عين جمل وشوية لوز إذا حسب الرغبة. ليه عين جمل أو لوز؟ عشان أوميجا 3 نحطها طعم في الصلصة بتاعة البيتزا اللي الأولاد بيحبوها، ما يبقاش حشو معدة وخلاص، استفادوا بالبيتزا في وجود المكسرات اللي هي أوميجا 3 سواء لوز أو عين جمل أو فول سوداني. بنقلبه وبنطحنه مع الطماطم بتاعتنا والريحان والبصل والثوم، وبناخد من التوبنج ده نحط على عجينة البيتزا ونسيب سنتي داير ما يدور، بنسيبها تاني هنا لمدة 15 دقيقة. الله عليك يا عم الشيف، شغل على مية بيضة. بعد كده بنحط التوبنج اللي احنا عايزينه، جمبري ماشي، مشروم، بصل، فلفل ألوان، مارجريتا جبنة وصلصة بس، خضار زي ما احنا عايزين، سبانخ، لحمة مفرومة، هوت دوج، سوسيز زي ما احنا عايزين، فراخ اللي بيحبها. بعدين بندخلها الفرن نص تحميره، بنحط الجبنه الموزاريلا حسب الرغبه، وبعد كده تاخد وش ونطلعها بالف هنا وشفا. اعتقد ان انا شرحت شرح وافي لعمل عجينه البيتزا اللي اتسالت فيها اسئله كتير على السوشيال ميديا من خلال الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله ام. الفراخ استوت معانا، اللهم صل على النبي. اهي ايه الاخبار؟ بص عليها، ما تاخدش وقت معايا، اهي زي الفل. هنغرفها في طبق دلوقتي، دي نطلعها فوق شوية تكمل سواها. الله، سخنة. نجيب طبق للتقديم، برضو نعمل زي الكبابجية، نحط شوية البقدونس الحلوين فين اهو، للفراخ الكريسبي كده، وندلعها عشان الأولاد يحبوها اهو. ايه الحلاوة دي؟ اهي صدور فراخ آمنة بنسبة 90% آمنة، يعني تنسيق مرحلة أولى أهي. اللهم صل على النبي. أهي العود الروزماري الحلو ده كده نحطه برضو برزنتيشن مع عود الريحان، وبألف هنا وشفا. حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة، قدرنا نخترق المطبخ الصحي بتكلفة بسيطة وسهلة، زي ما بيقول الشيف دايما 3 تعريفة. قدرنا نعمل أقراص الخضار المشوية في الفرن فيها كل العناصر الغذائية، عملنا العصير بتاعنا بطريقة بسيطة وسهلة زي المطاعم أو زي الكافيهات، عملنا فراخ كريسبي لطيفة جميلة صحية، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. يوم الحد من كل أسبوع موعدنا ولقائنا مع أكل صحي، يعني رؤية وفن وإبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.